الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا إليكم من جديد في الدرس الثالث من دروس مادة الأحياء للصف الحادي عشر أملين إن شاء الله تعالى أن نصحبكم في ساعة مميزة وشيقة إن شاء الله تعالى حيث نبدأ من النقطة التي توقفنا فيها في الحصة السابقة وقد توقفنا عند الاسموزيه وهي الاليه الثالثه والاخيره من اليات النقل السلبي حيث ان اليات النقل السلبي هي الانتشار البسيط الانتشار المسهل والاسموزيه وقد اخذنا بان الانتشار البسيط هي انتقال الجزيئات من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل ولا يحتاج الى طاقه اما الانتشار المسهل او الميسر فهو انتقال المواد ولكن عبر نواقل بروتينيه من التركيز الاعلى الى الاقل ولا يحتاج الى طاقه اما الاسموزيه فهي انتقال الماء انتقال الماء من الوسط الاعلى الى الوسط الاقل ولا يحتاج ايضا الى طاقه في هذه الحصه ان شاء الله تعالى سنستكمل درس الاسموزيه ونبدا مع الاستكشاف الاول الموجود في الكتاب المدرسي الاستكشاف رقم واحد الاسموزيه سؤال علمي لكل استكشاف أو تجربة علمية هناك هدف من التجربة إما أن يقول لي الهدف من التجربة ويذكر لي أو أن يطرح على هيئة سؤال علمي أستطيع الإجابة عليه متى عند نهاية التجربة السؤال ما هي الظروف التي تحدث فيها الإسموزية ما هي الظروف التي تحدث فيها الاسموزيه متى نستطيع الاجابه على هذا السؤال في نهايه الاستكشاف ماذا يتطلب منا الاستكشاف يتطلب وجود ثلاث حبات من العنب هذه الثلاث حبات من العنب نريد نشوف كتلتها قبل التجربه طيب ثم ستتنبا برقم من عندك ثم إيش؟ سنرى النتيجه مع نهايه التجربه ان زادت الكتله معناها انها انتفخت دخل الماء اليها ان نقصت الكتله معناها ان الماء خرج منها فنقص ايش؟ فنقصت كتلتها. طيب سنضع ثلاث حبات من العنب في ثلاث ايش؟ في ثلاث محاليل مختلفه اولا في عصير العنب ثلاث حبات من العنب في عصير من العنب في محلول سكري في ماء ونرى إن كان الماء سيدخل أم سيخرج بماذا تتنبأ؟ يلا أعطيني إجابة كذا قبل لا نبدأ بالاستكشاف بماذا تتنبأ؟ شخصيا أتنبأ بأن في المحلول السكري سيخرج الماء وستقل الكتلة في الماء ستنتفخ حبات العنب وستزداد كتلتها في عصير العنب يمكن ان الموضوع شويه يعني الموضوع مش واضح عندي بشكل جيد ما عارف هي بتنتفخ ولا بتنكمش ما عارف في عصير العنب خليني اروح للتجربه وانفذها وارى النتائج طبعا لابد انك تجري كتله كل حبه عنب قبل التجربه واجرينا التجارب وطلع عندي هذا الرقم عبر الميزان 5.8 ايضا كل حبه من هذه الحبات ساضعها اما في محلول سكري او في ماء او في عصير العنب بعد ذلك ساغطيها ب قطعه من الالمنيوم ثم سارى النتيجه فيما بعد خليني الان اروح الى الاجابات الاحظ في عصير العنب كانت الكتله سته اصبحت بعد التجربه سته فاصله اثنين تقريبا انها ايش؟ بقيت كما هي او قليلا انتفخت، قليلا انتفخت. في المحلول السكري كانت 5.8 وبعد التجربه اصبحت 5 جرام وبالتالي نقصت كتلتها، اذا هنا تقريبا متساويه، هنا انخفضت الكتله واخيرا ماذا؟ في الماء زادت الكتلة كانت ستة فاصلة اثنين وأصبحت سبعة فاصل واحد إذن الآن بعد ما أجبت على هذه الإجابات طيب نأتي إلى السؤال الثاني وهو هل اتفقت إجاباتك مع التنبؤات اللي وضعتها قبل إجراء التجربة؟ بطبيعة الحال أني راح أقول في المحلول السكري نعم كنت متوقع كنت متوقع أن العنب يقل حجمه بسبب خروج الماء في الماء أيضا توقعت أن تزيد الكتلة بسبب دخول الماء إلى العنب وهذا الكلام توافق في عصير العنب أنا قلت يعني أني أنا مش يعني عارف الإجابة السليمة الآن نأتي إلى السؤال الثالث وهو التفسير فسر هذه النتائج كيف فسر هذه النتائج أقول في المحلول السكري كان الضغط الإسموزي للمحلول خارج الخلية عالي متروس سكر اذا ضغط عالي وبالتالي بطبيعه الحال ان الماء سينتقل من داخل العنب الى الخارج ليش لكي يصبح داخل العنب الضغط مرتفع مواد بدون ماء فيرتفع الضغط طيب في عص في الماء يكون الضغط الاسموزي للسائل داخل اعلى وفي الخارج بسيط ليش لان ما لا توجد به مواد وبطبيعه الحال سينتقل الماء الى الداخل لكي تصبح الجزيئات في الداخل في وسط مائي كبير وبالتالي ذو ضغط ايش؟ منخفض. اما في عصير العنب سيتساوى الضغط الاسموزي للسائل في الداخل وفي الخارج، لماذا؟ داخل العنب يوجد سائل من العنب وفي خارج العنب يوجد سائل من العنب. فبطبيعة الحال لن تتغير الكتله. تغيرت قليل زادت شيء بسيط جدا لا يذكر لان هذا العصير انا اضفت له القليل جدا من الماء. طيب ودام اني اضفت له ماء راح يدخل وبالتالي تنتفخ. اذا هو في عصير العنب متساوي لان التركيز داخل العنب وخارج العنب نفس الشيء متساوي، فمحصلة التدفق ستكون صفر. طيب، أتمنى كذا أنكم تكتبوا الإجابات مع بعض تنقلوهن من الشاشة مثل ما هي واضحة. هنا الجدول وهنا إجابة السؤال الأول والثاني والثالث <applause> الآن أنتقل إلى الاستكشاف رقم اثنين والمعنون بمحلول الجفاف أو خلوني أرجع أجاوب على السؤال العلمي آسف خلوني أرجع على السؤال العلمي ما هي الظروف التي تحدث فيها الإسموزية؟ هذا السؤال العلمي ما هي الظروف التي تحدث فيها الاسموزية؟ الآن ما هي الإجابة؟ هي وضع هي وضع العنب في محلول عالي التركيز أو منخ او محلول منخفض التركيز سيحدث في الاول انكماش وسيحدث في الثاني ايش؟ انتفاخ طيب الان اذهب الى استكشاف رقم اثنين محلول الجفاف سؤال علمي كيف تعد محلول الجفاف؟ بما ان السؤال هو كيف تعد محلول الجفاف؟ الاجابه هنا تاتي سريعه من خلال وضع نصف كوب سكر اقل من ربع ملعقه صغيره من ملح الطعام وقنينه ماء بلاستيكيه بحجم واحد ونصف لتر. لاحظ نصف كوب سكر يعني لما تجيب سكر كوب نصف الكوب إيش سكر بينما الملح لا يكاد يذكر أقل من ربع ملعقة مع وجود قنينة ماء بلاستيكية بحجم واحد ونص لتر هذا قنينة الماء اللي أشريها من الدكان بسعر بي ميتين بيسه هذا قنينة الماء طيب وتعمل السكر والملح في القنينه وتصبح عندك قنينه بلاستيكيه كذا في كل مجموعه من الطلاب لديهم قنينه جاهزه اسمها محلول الجفاف طيب الان لاحظ وجود ملح قليل سكر كثير حددناه بنص كوب وهذا ربع ملعقه وقنينه ماء واحد ونص لتر طيب الان ناتي الى السؤال الاول ما هي الحالات المرضيه التي يلزم شرب محلول الجفاف فيها مريض الاسهال كثير التقيؤ كثير التعرق المصاب بنزف الدم شوف الأول راح يطلع الكثير من إيش من الغذاء من جسمه الثاني أيضا كثير التقيؤ كذلك كثير التعرق سيخرج الماء نزف الدم سيخرج الدم وبالتالي هذيل كلهم راحين يفقدوا إيش سوائل وأملاح من الجسم وليش نأخذ محلول الجفاف لتعويض الأملاح المفقودة من الجسم طبعا كذا كل مجموعة أنا أفضل في عمل الاستكشاف أن كل مجموعة كذا يكون عندها محلول الجفاف الخاص بها ويعني هي تجربة لا تحتاج إلى أدوات ويعني حتى ممكن في قنينه الماء يعني قنينه الماء ما تكون ممتلئه عادي ممكن تخليها على الثلثين يعني ثلثي القنينه يكون فيها ماء بحيث انها تفرغ منها جزء لانك بتعمل فيها سكر وبتعمل فيها ملح طيب لاحظوا ان المقادير مش مضبوطه انا اقول ربع كوب نص كوب ربع ملعقه ثلثي قنينه او او اكثر بقليل يعني احنا نريد نعمل محلول جفاف بس هو الامر مش يعني مش شيء دقيق بالملي محلول الجفاف الذي تم اعداده لا يناسب مرضى الضغط المرتفع اثناء تعرضهم للجفاف ما التعديل الذي ستجريه؟ سنذيب الملح في الماء فقط دون السكر يعني هو المحلول عبارة عن ماء وسكر وملح، أنا بخليه عبارة عن ماء وعن ملح وما وما راح أعمل ايش؟ السكر. قد يأتي طالب ويقول أستاذ ضغط مرتفع وأخلي الملح بس في الماء ما ممكن مسببات الضغط هي الملح. نقول هذا الإنسان الآن عنده حالة مرضية عنده تقيو نزف دم هو فقد سوائل فقد سوائل فقد املاح كثيره لازم نعوضه منها لما اقول اذوب الملح الملح هو كله 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 ربع اقل من ربع ملعقه بينما السكر هو نص كوب فلذلك بما انه يعاني من مرض الضغط المرتفع ساكتفي باقل من ربع ملعقه ملح وما راح تضر بشكل كبير بالعكس راح تفيد في أن ترجع لبعض الأملاح التي فقدها محلول الجفاف هو هو أحد الأفكار التي استفاد الإنسان فيها من موضوع الإسموزية فأنت تعطي الجسم محلول منخفض التركيز مملوء ماء منخفض التركيز فراح تدخل هذه السوائل الماء الى داخل الخلايا وبالتالي تعيد لها نشاطها وحيويتها بعد ما فقدت الكثير من الماء والاملاح ايضا استفاد الانسان من هذا من فكره الاسموزيه وعمل تطبيقات حياتيه كثيره وخليني اخذ اول تطبيق هو المحلول الفسيولوجي او السقايه طيب احنا كلنا نعرف السقاية والإنسان المريض يروح إلى المستشفى ويعملوا له سقاية وهذه السقاية هو عبارة عن محلول ملحي يعطى عبر الوريد. محلول الجفاف هو محلول ملحي يعطى عن طريق الفم. والمحلول الفسيولوجي السقاية هي محلول ملحي يعطى عن طريق الوريد. وانت تعمل هذا الامر عن طريق الفم اذا كانت الحاله بسيطه بينما لو كانت الحاله كبيره متقدمه مريض كثيرا فقد سوائل بشكل كبير جدا يجب ان احنا نعطيه العلاج عن طريق الوريد يعني يلجا الى السقايه وليس الى محلول الجفاف هو محلول ملحي متساوي الاسموزيه تم صناعته ليشابه سوائل الجسم المحيطه بالخلايا بحيث يتم ادخاله في مجرى الدم. عندما يصل الى الخلايا لن يعمل على انتفاخها بشكل كبير جدا ولا انكماشها. انما هو يعيد الى الخلايا حيويتها وفعاليتها. يعطى للشخص الذي نزف دم نتيجه جرح ما أو مصاب بمرض الإسهال أو التقيؤ أيضا طيب من التطبيقات الحياتية للإسموزية كذلك الديلسة أنبوبة الديلسة موجودة عندي في المدرسة ويجب أنك يعني أنت تنظر إلى الفني المختبر والطالبة بأن يريك أنبوبة الديلسة ونظام الديلسه هو عباره عن اعاده الضغط الاسموزي لسوائل الجسم. كيف؟ عن طريق استخدام جهاز غسيل الكلى لارجاع الضغط الاسموزي وتخلص الجسم من الاملاح الزائده. فكره عمل الجهاز نلاحظ هني من خلال فهمنا لدرس الاسموزيه. انا عندي انبوب يمر فيه الدم مصنوع من غشاء ذو نفاذيه اختياريه هذا الانبوب اللي راح يمر فيه الدم الدم الموجود في جسم الانسان في ويش في املاح زائده وبالتالي سيخرج الى الخارج ليش لان انا براح اضخ أمبو... أ... راح اضخ ماء متساوي سائل الديلسة متساوي التركيز وبالتالي ستخرج الجزيئات أو المواد من جسم الإنسان بين قوسين الدم وراح تذهب إلى الخارج وبالتالي يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة. الفكرة كلها متعلقة بموضوع الإسموزية أن الماء سينتقل من الوسط الأعلى الى الوسط الاقل من الدي، الوسط الاقل وين؟ دم الانسان، ليش؟ لان به الكثير من الشوائب، الكثير من الاملاح، وبالتالي ايش؟ سينتقل الماء منها الى الخارج، وفي المقابل سينتقل الماء من سائل الديلسه الى دم الانسان، وبالتالي يصبح دم الانسان فيما بعد نظيفا وخاليا من أم لا. من التطبيقات الحياتية للإسموزية تحلية مياه البحر نظرا للحاجة المستمرة للمياه العذبة فقد تم اكتشاف طرق عديدة لتحلية مياه البحر عن طريق الترشيح الدقيق ويتم ضغط الماء ضغط عالي لدفع الماء عبر غشاء يرشح بدقة لإزالة الأملاح شوف يا عزيز الطالب الماء ماء البحر ماء وفي ملح كيف أنا أفصل الماء عن الملح أنا أريد ماء عذب بدون ملح كيف أنت كنت تعمل هذا التجربة في المختبر عن طريق التسخين لما تسخن عن طريق جهاز التقطير وهو كالتالي هذا ماء ماء به ملح تعمل له تسخين طيب لما تعمل له تسخين وش راح يحدث؟ راح يحدث ان هذا الماء يتحول من سائل الى بخار تبخر وراح يبقى الملح هنا راح يبقى الملح وين؟ في الاسفل يترسب الملح زين وهذا بخار ماء. طيب بعد ذلك تمر هنا في جهاز يسمى جهاز التقطير وهنا ايش يحدث له؟ تكثيف. كيف نعمل الماء من غاز الى سائل نرجع نكثفه عن طريق ايش؟ تبريد الماء. واضح؟ ثم بعد ذلك هذا الماء راح يصبح الى قطرات. انا هني اتكلم عن كميه قليله من الماء. لكن لما انا اقول اني انا اريد اعمل محطه تحليه مياه كبيره تغذي محافظه شمال الباطنه او محافظه مسقط هذه ما راح تقوم بعمليه التقطير الجزيئي للماء العمليه راح تكون مرهقه وبالتالي الحل الافضل هو ايش؟ هو عمليه استخدام الاسموزيه كفكره في عملية فصل الماء عن الملح لاحظ بأن هنا الماء الخام أتى من البحر راح لعملية مخثرات عملية ترويب وعملية ترسيب بوليمر ثم عملية ترشيح إلى هني تنتهي عملية الإسموزية إلى هني تنتهي عملية الإسموزية واضح؟ من هنا تبدا عمليه تحويل الماء البحر اللي خليني اقول لتطهيره لتخزينه لمعالجته وهكذا هذه هذه امور صحيه والان يعني راينا كيف ان يمكن فصل كميات كبيره جدا من الماء باستخدام طريقه اسهل من عمليه التقطير الجزيئي اللي هي عن طريق ايش؟ استخدام فكره الاسموزيه اذا الديلسه جهاز غسيل الكلى الكليه الصناعيه المحلول الفسيولوجي السقايه وتحليه مياه البحر كلها كانت عباره عن ايش؟ عباره عن افكار استطاع العلماء تحويلها واستخدامها في حياتنا اليوميه وكان ايش؟ منبعها فكره الاسموزيه وهي انتقال الماء من الوسط الاعلى الاقل تركيز الى الوسط الاقل الاعلى تركيز. طيب امل ان تكونوا في نهايه هذه الحصه قد استوعبتم بشكل عملي اكثر وبشكل تطبيقي اكثر موضوع الاسموزيه. الى ان نلتقيكم ان شاء الله تعالى في حصص ومواعيد قادمه. لكم مني اجمل تحيه